بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في قناة ميلتري إنسكو. النهاردة جايب لكم تقرير مهم جدا من موقع أمريكي بيهتم بالشؤون العسكرية اسمه ناشونال انترست، بيتكلم عن اهتمام مصر والجزائر بسوخوي 75، وكمان بيقول سر انخفاض سعر المقاتلة الشبحية الجديدة. تابعونا للآخر وكلنا نكتب بكل فخر تحيا مصر والجزائر، ويلا نبدأ على بركة الله. تعتبر الطائرة المقاتلة الروسية تشيك مات تم انتاجها مخصوص لغرض التصدير، وبتراهن شركة روستيك على نجاح المقاتلة، والدليل استمرار طلب الشراء على المقاتلة. لكن مين يا ترى هيشتري المقاتلة الروسية الجديدة، وليه هيشتريها؟ بحسب مواصفات ومميزات الطائرة اللي تم الإعلان عنها، فإن تشيك مات هي مقاتلة سريعة وخفية، وبتقدر تصل إلى ارتفاعات عالية، ده غير إنها مقاتلة خفيفة ومتعددة الأدوار، وكل ده مع حمولة تسليحية كبيرة بشكل غريب، واتكلمنا قبل كده في النقطة دي. لكن المميز بصراحة في سوخوي 75 هو سعرها المنخفض جدا، وشيء عجيب إن مقاتلة بالإمكانيات دي سعرها يبقى من 25 مليون دولار إلى 30 مليون دولار فقط. وبسبب السعر ده والإمكانيات اللي اتكلمنا عنها سابقا، هيفضل العملاء مقاتلة كش ملك عن داس ورافال الفرنسية وجاز 39 جريبان السويدية. طيب ايه سبب رخص ثمن المقاتلة؟ شركة سوخوي المصنعة للمقاتلة قالت انها خفضت تكاليف تشيك مات من خلال اساليب الانتاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعن طريق إعادة تدوير بعض التقنيات اللي تم تطويرها سابقا لطائرات سوخوي 35S وسوخوي 57. لكن عزيزي المشاهد، هذا السعر ممكن يكون صحيح من الناحية الفنية، لكن ممكن يتغير السعر بعد طلب العميل تعديلات معينة في أنظمة إلكترونيات الطيران أو تسليح المقاتلة، زي ما حصل لما طلبت مصر ميج 29 من روسيا وحصلت على ميج 29 M2، وبرضو نسخة الجزائر من سوخوي 30. التغير في السعر مش معناه ان المقاتلة هتخرج من المنافسة التسويقية، بالعكس تماما، سوخوي 75 مستمرة في المنافسة حتى لو اتغير سعرها في المستقبل حسب الامكانيات اللي طالبها العميل، لان اكيد سعرها هيتغير بشكل محدود مش كبير. الفيديو الترويجي اللي سبق الكشف عن المقاتلة لاحظنا انه اختص 4 عملاء محتملين للمقاتلة، هم الهند وفيتنام والارجنتين والامارات، لكن نائب رئيس الوزراء الروسي قال حاجة مختلفة. قال سيتم التركيز على تسويق المقاتلة في البلدان الافريقية والهند وفيتنام. موقع ناشونال انترست بيقول بسبب شراء مصر والجزائر طائرات عسكرية من روسيا في السنوات الماضية، فإنه من المحتمل أنهم يهتموا بالحصول على المقاتلة الروسية الجديدة. وخلي بالك إن الإمارات فكرت قبل كده في الحصول على سوخوي 35 وسوخوي 57، وتعتبر مقاتلة تشيك مات هي محاولة لتوسيع وجود السلاح الروسي خاصة في الشرق الأوسط اللي تحت سيطرة السلاح الأمريكي. عموماً كل شوية في معلومات جديدة عن صفقات أو نية دول لشراء سلاح معين، ولو ظهر خبر جديد هنيجي نناقشه هنا إن شاء الله، وأشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.